السادة المشاهدين يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم صوت الرياضة، البرنامج اللي بيسلط الضوء على أهم وأبرز الأحداث والقضايا الرياضية مع الراعي الرسمي لبرنامجنا سيل أفينيو، الوكيل المعتمد لأجهزة هواوي بالأردن، ومع شريكنا جبار سبورت. بدايتنا اليوم بعنوان حلقتنا واللي هو الجودو الأردنية تدخل أولمبياد ريو 2016 من أوسع الأبواب. طبعا معنا سؤال للسادة المشاهدين، هل تعتقد أن الفنون القتالية بالأردن تستحق مزيدا من الاهتمام وليش؟ بنستقبل مكالماتكم من خلال هواتفنا الظاهرة أمامكم على الشاشة أو من خلال تعليقاتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك صوت الرياضة. بدايتنا اليوم مع خبر حزين، وهو وفاة بطل العالم بالملاكمة والأسطورة التي لن تتكرر، الأمريكي المسلم محمد علي كلاي. طبعا تصدر خبر وفاة أسطورة الملاكمة العالمية بالوزن الثقيل محمد علي كلاي كافة وسائل الإعلام على مستوى العالم. طبعا كل عشاق الملاكمة والرياضة بشكل عام حسوا بحسرة كبيرة وبحزن على وفاة شخص عظيم قبل أن يكون رياضي. خلينا نشوف مع بعض هالكليب الخاص اللي حضرناه بهالمناسبة للراحل محمد علي كلاي، ونشوف كيف كان محمد علي كلاي يتلاعب بخصومه على الحلبة. خليكم معانا، خلينا نشوف مع بعض هالكليب الخاص. السادة المشاهدين ارجعنا لكم بعد ما شفنا هالكليب الخاص للراحل محمد علي كلاي، وبالمناسبة يعني الفنيين عنا عملوا المستحيل وعملوا جهد كبير حتى نقدر نعرض هالفيلم زي ما انتم شفتوا، مواد قديمة ونادرة للراحل محمد علي كلاي، فسامحونا بالنسبة بخصوص جودة الصورة. نرجع ونقول محمد علي كلاي ما كان رياضي ولا أفضل ملاكم بالعالم. بصدق محمد علي كلاي هو أفضل شخصية رياضية عبر التاريخ، روحه الرياضية أعماله أثرت بكثير بنفوس كل الرياضيين على مستوى العالم. بنكمل حلقتنا معاكم اليوم، وبحب أرحب وأشير بضيوف البرنامج اللي راح يكونوا معانا اليوم وراح يشاركونا بحلقتنا الخاصة. حيكون معانا الأستاذ جرير القضاء أمين سر الاتحاد الأردني للجودو، طبعا برافقه البطل واللاعب الأولمبي إبراهيم خلف اللي تأهل للألعاب الأولمبية ريو 2016 مؤخرا. بأكد على عنوان حلقتنا اليوم واللي هي الجودة الأردنية تدخل أولمبياد ريو 2016 من أوسع الأبواب.